أخذت درس في التعبير والتواصل الشفوي مرحلة التقويم والدعم، ونتحدث عن مرحلة التقويم والدعم في التعبير الشفوي ليس كمرحلة معزولة، ولكن فقط كمرحلة لمتطلبات تنظيمية عزلناها عن مرحلة الاستثمار والإنتاج، لأن التقويم في التعبير الشفوي لابد أن يكون متماشيا مع مرحلة الإنتاج، بحيث نقوم الإنتاجات المتعلم وهو يشتغل على اللغة وهو ينتج اللغة، ولا نتحدث عن هذه المرحلة كمرحلة منعزلة. إذن هنا هذا التقويم، تقويم إنتاجات المتعلمين، يستهدف مجموعة من المستويات. وأول مستوى هو مستوى الملائمة، أي التعبير. عندما نتحدث عن الملائمة فإننا نتحدث أولا وقبل كل شيء عن التعبير في سياق الوضعية التواصلية، واحترام متطلبات الخطاب، توظيف المفردات، البنية اللغوية المناسبة للوظيفة التواصلية المطلوبة. الملائمة يعني أن نتواصل أو نعبر حسب المطلوب ووفق المطلوب ووفق ما يتطلبه الخطاب والوضعيات الاجتماعية التي نتحدث أو نعبر فيها. المستوى الثاني من مستويات تقويم التعبير الشفوي هو مستوى النطق والتنغيم والنبر، بحيث ينبغي أن نقوم النطق المتعلم ومدى تمكنه من النطق، من إخراج الحروف والأصوات، إخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة، واحترام قواعد التنغيم والنبر. والمستوى الثالث كذلك هو مستوى تكوين الكلام المنسجم، أي تكوين سلسلة من المقاطع في عملية كلامية متصلة ومنسجمة. وفي هذا الإطار نتحدث عن الطلاقة كمستوى من مستويات التعبير الواضح والتعبير الصحيح. ثم كمستوى آخر من مستويات التقويم، مستوى بالطبع مستوى الصحة النحوية، يعني ينبغي الحرص على سلامة اللغة وعلى تدريب المتعلم على التواصل بلغة صحيحة. وهنا إذا نظرنا إلى هذه المستويات فإننا نجد أنها تناسب كل مكونات الكفاية التواصلية، من مكون لغوي وخطابي وتواصل اجتماعي ومكون استراتيجي. النشاط يعني بعد أنشطة التقويم، تقويم إنتاجات المتعلمين، والتي نعتبرها يعني ليس كهدف في حد ذاته، ولكن هي فقط تكون فقط وسيلة لرصد التعثرات، وسيلة لرصد أخطاء المتعلمين. يعني بعد هذا التقويم يمكن أن نخطط لأنشطة للدعم والمعالجة. وهنا ينبغي أن يعتمد الأستاذ على يعني نتائج التقويم إنتاجات المتعلمين، ويرصد التعثرات، يرصد الأخطاء ويحللها ويقوم برصدها، خاصة والمتعلم يمارس اللغة ويشتغل على اللغة. لماذا؟ لكي نعرف بشكل دقيق مصدر هذه الأخطاء، ثم يقوم المدرس بتصنيفها قصد معالجتها تبعا لحاجاتهم التواصلية.
والأخطاء والتعثرات كذلك يمكن أن تتصل بأحد المستويات، مستويات التقويم التي ذكرناها يمكن أن تكون متصلة بالملائمة، يمكن أن تكون متصلة بالانسجام، يمكن أن تكون متصلة بسلامة اللغة، يمكن أن تكون متصلة بالجوانب الأخرى للكفاية التواصلية، أي مدى قدرة المتعلم على التحدث وفق متطلبات الوظيفة التواصلية، وفق متطلبات الخطاب، وفق متطلبات الوضعية التواصلية. إذن كانت هذه أهم المراحل المقترحة لتخطيط درس في التعبير والتواصل الشفوي، والتي يمكن أن نطبقها لتقديم درس بكل مكوناته. وشكرا.